للتاريخ آثار في الحاضر، وله في نفوس الفنانين الكثير منها. وهنا في متحف مدينة غاتينبرغ الروسية نجد من قرر إحياءه بصنع يديه. صناعة ليست باليسيرة، هي نحت مجموعة تماثيل من الأحجار الكريمة ذات الألوان المتعددة والتفاصيل الفريدة بتقنية تشبه الفسيفساء، وهي صناعة مليئة بالتحدي، فعلى عكس التماثيل الحجرية الصلبة تصنع تلك القطع من شظايا أحجار مختلفة، يتم اختيار ألوانها بعناية ومطابقة أنماطها وأشكالها حتى تصل لحد التكامل. تتمثل الصعوبة الرئيسية في الجمع بين حجم المنحوتات وتفاصيل رسمها، خاصة وأن كل تفصيلة تحتاج لونا مختلفا، ومن الضروري أن ينسجم كل لون مع الآخر لينتج صورة شاملة متكاملة. صناعة تتطلب مواصفات خاصة، إذ يحتاج العامل فيها لخبرة بين ميادين الأحجار الكريمة بتفاصيلها ورقيها، وبين الصفات الشخصية القوية من مقدرة وصلابة وحتى صبر وإرادة. من الضروري أن يكون هناك مثابرة هائلة، صبر وإرادة، وقوة جسدية أيضا، حتى ننتج هذه الكيلوغرامات المميزة، كما أن هذا يتطلب عمالة مكثفة، فكلما تراه أنتج بواسطة فريق عمل طوال سنة كاملة، وقليل من الناس من يستطيعون تحمل كل هذا. حتى يستطيع أحد الفنانين صناعة مثل هذا التمثال، عليه أن يتعلم على مدار 20 إلى 25 سنة حجم المادة المستخدمة، عادة ما تكون أكثر 10 أضعاف من التمثال الذي ننتجه. تقنية نحت الفسيفساء إنجاز التعبير سادت خلال عصر النهضة في أوروبا، وخاصة خلال القرن 17 الميلادي. ولولا شغف بعض هواة التاريخ ودعم رجال الأعمال ما رأينا هذه المجموعة التي تم إنتاجها في عالمنا الحديث مرة أخرى. هذه التقنية كانت متواجدة في أوروبا، واستمر هذا النوع من فن قطع ونحت الأحجار لآلاف السنين في الصدارة أحيانا والبعض الآخر لا. الآن هذه التقنية أصبحت شائعة مرة أخرى، فلا توجد أعمال مشابهة في مثل تعقيداتها في أي مكان آخر. عقيق ورخام وهيماتايت وغيرها الكثير من الأحجار تلتحم مع بعضها البعض مجسدة بطلا من أبطال التاريخ والملاحم والفلكلور الروسي في مشهد محير لمن أحب الفن. لذا فإنهم يسعون للخروج عن نطاق حوائط هذا المتحف والتنقل بتماثيلهم الفريدة بين معرض وآخر داخل روسيا وخارجها.